وللمزيد حول مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية يطلعنا عليها الزميل أحمد الحسيني مراسل التلفزيون المصرية. نحييكم من إحدى السلاسل التجارية هنا في مدينة الجيزة، حيث تتواصل لمبادرة رئيس مجلس الوزراء بتخفيض الأسعار تخفيفا عن كاهل المواطنين وكاهل الأسر المصرية. هذه المبادرة التي بدأ تفعيلها يوم أمس وتستمر لمدة 6 أشهر، نحن نتحدث عن اليوم الثاني. هناك الكثير من التخفيضات التي تم عملها هنا في المراكز التجارية والسلاسل التجارية المختلفة، سواء في محافظة الجيزة أو محافظة القاهرة أو شتى محافظات الجمهورية للسلع الأساسية والغذائية. يعني مزيد من التفاصيل عن هذه التخفيضات وهذه المبادرة التي تحدثت عنها الدولة ومبادرة من رئيس مجلس الوزراء، نتعرف عليها من ضيفنا الأستاذ هشام عوض مدير منطقة إحدى السلاسل التجارية بالجيزة. أستاذ هشام، بعد التحية حدثني عن هذه المبادرة والتخفيضات، تتراوح من كام لكام؟ مساء الخير. أول حاجة كل سنة وأنتم طيبين. دي مبادرة تحت مبادرة مجلس الوزراء على السلع الاستراتيجية، تتراوح تخفيضاتها من 30% ل 40%. أبرز السلع الاستراتيجية اللي تم التخفيض عليها وبيصل أسعارها وبتتراوح أسعارها من كام لكام؟ عندنا مثلا حاجة منتج زي السكر تتراوح سعره من 27، الزيت 31، الرز 21، الألبان 11 جنيه. كل دي سلع استراتيجية نازلة سعرها من 30% ل 40%. لو تحدثنا كمان عن الإقبال المواطنين على وتفاعلهم مع هذه المبادرة، انت بنتكلم النهارده اليوم الثاني، هي كانت بدأت امبارح. بالظبط، هي بدأت امبارح المبادرة، كان في إقبال شديد امبارح قوي، حتى الآن برضو في إقبال. احنا كده يعتبر بننزل أسعار بنسبة كبيرة قوي عن بقية بردك السوق اللي بره، سلسلة أكتر من فرع على مستوى الجمهورية، وفي إقبال من نسبة للمواطنين، والموضوع كان في إقبال شديد قوي كمان أكتر امبارح. يمكن ده كان سؤالي القادم ليك استاذ هشام، يعني مدى توافر هذه المبادره على مستوى محافظات الجمهوريه. على مستوى محافظه الجمهوريه مبادره شغاله طبعا تحت اداره احنا كازيون ماركت، تحت اداره كازيون كلها المبادره شغاله في على مستوى الجمهوريه. احنا اكتر سلسله اكتر من 800 فرع على مستوى انحاء الجمهوريه من الصعيد للاسكندريه. برضو يعني في تخفيضات على السلع الأساسية مثل البقوليات وعلى العدس، نوضح ده برضو للسادة المشاهدين. بالظبط يا فندم، في فعلا على البقوليات والعدس بجميعها، زائد المنتجات اللي هي السلع الاستراتيجية مثل الألبان، الجبن حتى عليها أسعار مخفضة، جميع حتى أدوات المدارس عشان العام الدراسي لسه بادئ عليها برضك أسعار مخفضة، زائد المنتجات اللي قلنا عليها من شويه، كل السعر الاستراتيجيه، الرز، المكرونه، الزيت، السكر، كل ده تتراوح من 30% ل 40%. نعم، استاذ هشام عوض مدير منطقه احدى السلاسل التجاريه بالجيزه، بنشكرك شكرا جزيلا. يعني كما شاهدنا هذه المبادره التي تتواصل لليوم الثاني على التوالي ومستمره حتى 6 أشهر تفعيلا لقرار رئيس مجلس الوزراء. نتابع معكم هذه المبادرة ومدى يعني تفاعل المواطنين معها.